القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. في إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية. وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان العباسية وعدداً من الشوارع المحيطة. ومسجد النور وبرج مصر للسياحة. ومجمع محاكم مجلس الدولة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية. ومبنى وزارة الكهرباء والطاقة. وجهاز الخدمات العامة وعدداً من المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين يومياً، بالإضافة إلى موقفي النقل الجماعي بالعباسية وألماظة. وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير وجهات المباني والأرصفة. وفي سياق متصل، قامت عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الأسكندرية، وكذا سوق الجملة بالحضرة باعتباره مصدراً رئيسياً لتوزيع الخضروات والفاكهة، ومحطات السكك الحديدية بالأسكندرية حيث أنها مقصداً للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية. كما تمت عمليات التطهير الخارجي لمستشفى العجم التخصصي. وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.